اسمع يا ديب، انا كنت عند الدكتور عشيق خابر، قال ليه؟ قال كل اي حاجه الا الاونطه، وانت راجل بعيد اونطه، ايه هتستحل الحرام اللي حلاه ربنا ليه؟ يا ترجل الفلوس اللي ودعهم من تغير التعشيره بتاعته، لان يمين بالله ما متحت من هنا عشان يعدم الناس مش حطهم الرمل ذي الا ما ياخذ حقه. اما حق ما يفرتق دماغه، انت جاي كمان تهين ابويا في غلطه؟ الحق لا في ابويا ولا اخوي، اسكت ما تغمقش على الكل يا ديب وامشي بالاصول. يا ابوي عشنا وشفنا كمان، يشكر ابوي اللي بيسفر اللي ليه عازه واللي ما لهوش عازه. قلت لك اسكت انت، مستعفن نفسك يا يا تقول كلمه الحق لا تسكت. الراجل الطير الشقلب العياره، قلت لك اسكت. خلصت كلامك ولد هلالي؟ طب اسمع مني كلمتين دول. ولد عمك محسن ده ما لهوش عندنا حاجه واصل، واوسع ما في خيلك اركبه. ولد عمك محسن ده داعي الخايف وما لهوش عازه واصل. حتمشيها دي، حمشيها دي وكتل بقى موت، يبقى في بيننا بقع الدم. العزة كاتل مقتول، حلال عليك انت المقتول. وقولي ياك انت جنيت خبرش انا مين، انا تجيب وانا احمد بهلالي نزل السلاح محسن.